درسنا اليوم واد. يلا بسم الله نبدأ. وعلى الله نتوكل. راجع حروفنا ماما. اللي قلت لكم الشاب هنكلهن، شو اسمه هذا؟ وين النقطة؟ شو اسمه هذا؟ وين النقطة؟ هذا شو اسمه؟ وين النقطة؟ واحد اثنين احسنتوا. اما حرفنا الجديد اللي هو اخو الر، هسه راح نشوفه. هذا حرفنا الجديد شو اسمه؟ اسمه؟ عفيه. هذا هو حرف الاس. اجا الزنبور على حرف الاس، ايش راح يقول؟ ايش يقول؟ اس. بعد؟ عفيه. راح يجيكم كلكم هسه. هذا حرف الاس. هذا الزنبور شو يسوي؟ أحسنتم. يا هاجر صوته هسه صوته حرفنا صوته حرفنا صوته حرفنا صوته حرفنا يلا ماما هسه راح نبدي نقرا درسنا ومن الشطور الحاضر. الله ياك، اكو واحدة حبابة قاعدة. يلا يا طيبة تفضلي. طيبة يلا اقرأي. لحظة بس طيبة ماما اشري يمك واقفي. واحد اثنين ثلاثة اقعدوا عقال، عيني عينكم على السبورة. يلا ماما عينك على السبورة. الكل لا تقرؤون انتو، انتبهوا على القراءة مالتها. يلا ماما اقرأي. كملي. يلا إز أ إز إي ز. يلا وياي هنا هاش نقول علي. ز زو زي. بعد هيج مهرجان. قول الطيبة الحلوة. نعم تفضلي يا نرجس خالد. تفضلي يا نرجوسة. نرجس يلا اقراي اقراي. لا زيد
زو على كيف تجي تهجي وياها حرف حرف زا ماما كملي نا عافية نازو نازو زي زي دو ان شو يلا ماما انتبهي ماما هنا عندنا هسه راح نقرا هاي مقاطع هذا الدرس يلا وياي حرف حرف على كيفكم زا اي عيدوها زا اي زا هذا زا او زو عافية زا او زو زو مو زو هذه اقروها زا او زو مو دا ليش دا ما فتحة دا او على الرحلة الدقين تبي نزور سووا ليها مقطعين عافية بتول عيدوها مارتلو نزور عافية كمل زورة نستخدم حبل الغسيل ترتيب الجمل مالتنا لان قلنا احنا كلمه مع كلمه مع كلمه شو تقولي لنا جمل احسنتي يلا عندنا اول جمله من حد من فاطمه تعالي هاجر ساعديها ماما ماما اقراي لي هذا شنو اقرا عيدي عافيه اذا اول كلمه راح تختارين زورق عافية يلا هاجر تعالي ساعديها احسنتي يلا الكلمة الثانية اللي راح تسويها باعيها اول شي بالجملة انتي زورق بعدين عافية ممتاز بعديها جملة كلمة العفو قريب يلا يلا ساعديها ماما يلا امي صارت اقرايوها كلكم ماما زيتون علي بعد عيدوها شويه هاجر ماما ماما زيتون علي الجميع كل يقرا